التهاب اللقيمة الوحشية للمرفق أو مرفق لاعب التنس. مفصل المرفق هو تمفصل بين ثلاثة عظام: عظم العضد والعظمتين في الساعد، الكعبرة والزند. يوجد بروز عظمي على الجانب الخارجي للنهاية البعيدة لعظم العضد تسمى اللقيمة الوحشية للعضد. اللقيمة الوحشية هي المنشأ العظمي المشترك لعضلات الباسطة المسؤولة عن بسط المعصم والأصابع. التهاب اللقيمة الوحشية المعروف أيضا باسم مرفق التنس هو إصابة فرط استخدام ناتج عن الإجهاد المفرط على المنشأ المشترك للعضلات الباسطة بسبب الحركات المتكررة للرسغ والزراع، مما يؤدي إلى حدوث التهاب مزمن أو في بعض الحالات تمزقات مجهرية مزمنة، وبالتالي حدوث ألم في الجزء الخارجي من المرفق. الأسباب: يمكن لأي شخص يقوم بأنشطة متكررة بشكل منتظم تعتمد بالأساس على الساعدين أو الرسغين أو اليدين الإصابة بمرفق التنس. لعب التنس هو سبب محتمل، لكن الأنشطة الأخرى يمكن أن تعرضك أيضا للإصابة كالبيسبول والمبارزة وغيرها. الأشخاص الذين لديهم وظائف تعتمد على حركات متكررة للرسغ والزراع كالسباكين والرسامين والنجارين والجزارين والطهاة أو العمال الملزمين بأعمال مجهدة تستخدم الأدوات الثقيلة هم أكثر عرضة للإصابة بمرفق التنس من غيرهم. غالبا ما تصاب الزراع المسيطرة، ومع ذلك يمكن أن تتأثر كلا الزراعين. يمكن أن تحدث الإصابة في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعا بين 35 إلى 50 عاما، ويتأثر الرجال والنساء على حد سواء. الأعراض: ألم أو حرقان في الجزء الخارجي من المرفق قد ينتشر إلى الساعد والرسغ. ألم عند لوي أو سني الزراع على سبيل المثال عند فتح مقبض الباب أو فتح البرطبان. ضعف القبضة عند محاولة الإمساك بالأشياء مثل المضرب أو القلم أو مصافحة شخص ما. تتطور الأعراض تدريجيا، في معظم الحالات يبدأ الألم بشكل خفيف ويتفاقم ببطء على مدار أسابيع وشهور. التشخيص: سيسأل الطبيب عن كيفية تطور الأعراض وعن أي عوامل خطر مهنية والمشاركات الرياضية وما هي الأنشطة التي تسبب الأعراض. سيقوم بإجراء فحص سريري شامل، وأثناء الفحص سيضغط برفق على اللقيمة الوحشية للتحقق من وجود ألم أو إيلام. سيقوم بإجراء مجموعة متنوعة من الاختبارات الخاصة، وهي اختبار كازن واختبار مودسلي واختبار ميل. اختبار كازن: والمرفق المصاب بوضعية سني 90 درجة والساعد منقلب داخليا، أي راحة اليد للأسفل واليد مقبوضة وبوضعية انحراف بجهة الكعبرة، يحاول المريض بسط الرسغ أي رفع يده للأعلى بينما يقاوم الطبيب هذه الحركة. ظهور الألم في اللقيمة الوحشية يعني أن الاختبار إيجابي وهناك إصابة بمرفق التنس. اختبار مودسلي: يضع الطبيب إصبعه على طرف الإصبع الأوسط للمريض ويقاوم بسط الإصبع. الألم فوق اللقيمة الوحشية إيجابي لمرفق التنس. اختبار ميل: يقوم الفاحص بجس اللقيمة الوحشية وكب ذراع المريض أي جعل راحة يده للأسفل، ثم يقوم بسني المعصم بالكامل ويبسط المرفق. يشير الألم فوق اللقيمة الوحشية إلى الإصابة بمرفق التنس. غالبا ما يكون تصوير شعاعي غير ضروري لتشخيص وعلاج التهاب اللقيمة وما يرتبط بها من التهاب الأوتار، ومع ذلك بالنسبة للحالات المعندة على العلاج قد يوصي الطبيب بإجراء الأشعة السينية للمرفق لاستبعاد الأسباب الأخرى. قد يلعب استخدام الأمواج فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي دورا في تحديد ما إذا كانت الجراحة ضرورية لعلاج الأعراض المزمنة والمعندة على العلاج لمدة 6 أشهر أو أكثر. العلاج: يجب أن يفهم المريض أن الراحة وحدها قد لا تؤدي إلى تراجع الأعراض. إذا تركت دون علاج فإن الأعراض المرتبطة بالتهاب اللقيمة تستمر ما بين 6 أشهر وسنتين. تصل نسبة الشفاء إلى 95% مع العلاج غير الجراحي، لكن الصبر مطلوب. يجب على المرضى محاولة تجنب الأنشطة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لعدة أسابيع، وتناول مضادات الالتهاب اللاستروئيدية NSAIDs للمساعدة في تخفيف الألم والتورم إذا لم يوجد موانع لاستعمالها. قد يفيد ارتداء أربطة خاصة بمرفق التنس خلال الأسابيع الستة الأولى بعد الإصابة. يتم وضعها على الساعد بحوالي 6 إلى 10 سنتيمتر بعيداً عن مفصل المرفق. قد تقلل هذه الأربطة من إجهاد الأوتار والعضلات عند المنشأ المشترك لعضلات الساعد الباسطة.
وبالتالي تخفيف الألم وتحسين الوظيفة. الأشخاص الذين يعانون من ألم شديد قد يثبتون الكوع في وشاح معلق بزاوية 90 درجة أسبوعين. يستخدم بعض الأطباء الجبائر الراحية لتقييد العضلات الباسطة للمعصم بشكل خاص أثناء نوبات التهاب اللقيمة المؤلمة بشدة. لا نصيب التجبير إلا في الحالات الشديدة. يمكن أن تقوي تمارين العلاج الطبيعي عضلات الساعد وتحسن قوة القبضة وتقلل الألم وتحسن الوظيفة. العلاج بالأمواج الصادمة خارج الجسم. العلاج بالأمواج الصادمة يرسل موجات صوتية إلى الكوع تحفز عمليات الترميم الطبيعية للجسم ويمكن أن تخفف الألم والضعف الوظيفي بشكل فعال. قد يوفر الوخز بالإبر الصينية بعض الراحة على المدى القصير، ولكن لا يوجد دليل على وجود فائدة طويلة الأمد. في الحالات المقاومة للعلاجات السابقة قد نلجأ للعلاج بالحقن الموضعي. هناك عدة أنواع للحقن سنستعرضها تباعا. حقن الكورتيزون الموضعي يخفف حقن الكورتيزون الألم والالتهاب بشكل مؤقت. يمكن حقن حتى 3 حقن في نفس المنطقة بفارق 3-6 أشهر على الأقل بين كل حقنة. حقن البلازما الغنية بالصفيحات الدموية PRP. الصفيحات الدموية عبارة عن أجزاء صغيرة من الخلايا في الدم تحتوي على عوامل النمو التي تحفز ترميم الأنسجة وتساعد على الشفاء. يسحب الطبيب كمية صغيرة من الدم ويفصل الصفيحات الدموية عن خلايا الدم الأخرى، ثم يقوم بحقن الصفيحات المركزة في المنطقة المصابة بتوجيه بالأمواج فوق الصوتية. حقن الدم الذاتي، وهو خيار علاجي آخر يتضمن حقن عينة من دم المريض نفسه تحت توجيه بالأمواج فوق الصوتية في موقع الالتهاب المزمن. حقن البوتوكس، حقن توكسين البوتشيلونوم A المعروف بالبوتوكس قد يحسن الألم على مدى 3 أشهر عند بعض المرضى الذين يعانون من التهاب اللقيمة الوحشية المزمن. في حال فشل ما سبق يمكن أن نلجأ لبضع الوتر عن طريق الجلد بالأمواج فوق الصوتية. في هذا الإجراء وبتوجيه بالأمواج فوق الصوتية الألتراساوند يقوم الطبيب بإدخال إبرة خاصة عبر الجلد إلى الجزء التالف. تهز طاقة الأمواج فوق الصوتية الإبرة بسرعة شديدة بحيث تحطم الأنسجة التالفة ويمكن شفطها. التحويل الجراحة يستطب بشكل عام للمرضى الذين يعانون من أعراض شديدة ولا يتحسنون على الرغم من الامتثال الدقيق للعلاجات غير الجراحية لأكثر من 6 أشهر. تتضمن جراحة مرفق التنس تنظير العضلات التالفة وإعادة ربط العضلات السليمة بالعظم. إعادة التأهيل بعد الجراحة، قد يتم تثبيت ذراعك مؤقتا بجبيرة، وبعد حوالي أسبوع تتم إزالة القطب الجراحية والجبيرة. بعد إزالة الجبيرة تبدأ التمارين لتمديد المرفق واستعادة مرونته، وتبدأ تمارين التقوية الخفيفة والتدريجية بعد حوالي 2 من الجراحة. يمكن العودة إلى النشاط الرياضي بعد 4-6 أشهر من الجراحة.